استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم العائد إلى أرض الوطن بعد أن نجح في تحقيق لقب نسخة 24 لدورة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب المنتخب السعودي الشقيق بهدف دون رد. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن مملكة البحرين فخورة بما حققه أبطال الأحمر من إنجاز كروي غير مسبوق بتتويجهم بلقب كأس الخليج الذي كان حلما وأصبح اليوم حقيقة بسواعد هؤلاء الأبطال الذين استطاعوا أن يرغموا هذا الكأس العنيد إلى أن تخضع أمامهم في هذه النسخة ليتمكنوا من حملها وتسجيل نتيجة كروية جديدة تضاف إلى سجل الكرة البحرينية. وأضاف سموه لقد تابعنا المنتخب في هذه المشاركة حيث نجح في الظهور بمستويات قوية واستطاع أن يقلب كل التوقعات لصالحه وأن يصل إلى مراحل متقدمة حتى بلغ المباراة النهائية حيث قدم خلالها اللاعبون أداء رجوليا مشرفا متحلين بالإصرار والعزيمة والتحدي حيث قادهم ذلك لنيل الكأس الغالية ليعم الفرح ربوع مملكة البحرين ابتهاجا بهذا النصر والإنجاز الكروي التاريخي. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة استطاع لاعبو المنتخب الوطني أن يدخلوا تاريخ دورات كأس الخليج من أوسع أبوابه بعد أن نجحوا في كتابة الأسطر الأخيرة لمشاركتهم في النسخة 24 بأحرف من ذهب ويتوجوا بأول ألقاب هذه الدورة العريقة التي بدأت منافساتها على أرض مملكة البحرين عام 1970 ليتمكن هؤلاء الأبطال بعد تلك السنوات أن يدونوا اسم مملكة البحرين في سجل أبطال هذه الدورة. وختم سموه حديثه قائلا لقد عشنا أروع ملحمة كروية للمنتخب الوطني في هذه المشاركة الخليجية تميزت بالعطاء الكبير والمنافسة واللعب بروح الفريق الواحد الذي نتج عنها حصد هذا الإنتاج أو الإنجاز الذي سيظل عالقا في أذهان الجميع مشيدا سموه بالجهود المتميزة للجهازين الفني والإداري في إعداد وتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا على الشكل الذي نجحوا من خلاله في تحقيق الهدف ومعانقة الكأس الخليجية مضيفا سموه أن هذا الإنجاز أدخل البهجة والسرور في قلب كل بحريني ورسم الابتسامة على وجه الصغير والكبير وعمت الأفراح قرى ومدن المملكة. هذا وتقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مسيرة الاحتفال بالمنتخب الوطني التي انطلقت من مطار البحرين الدولي إلى حلبة البحرين الدولية الذي شهدت احتفالات المملكة بإنجاز التاريخي للأحمر الكروي في النسخة 24 لدورة كأس الخليج.